أطلقت السلطات السعودية في المدينة المنورة مركز الخدمات الشامل للمواطنين، والذي يقدم أكثر من 70 خدمة متكاملة من الخدمات تحت سقف واحد في خطة لتطوير الأداء في مختلف القطاعات الحكومية. نزلت هذا المركز ما شاء الله صل على النبي، في له جاهزية كاملة. اللي يميز هذا المركز أنه جميع الخدمات الحكومية تقريبا 11 جهة حكومية كلها تحت سقف واحد، يقدموك الخدمات على أكمل وجه والأجمل في دارة جودة، يعني حتى الموظف هنا يعمل بإخلاص. بالنسبة للمركز لقيته ما شاء الله في له كل الخدمات الحكومية، يخدم رواد الأعمال بشكل عام ويخدم المجتمع بشكل عام برضو. كمان حيوفر إن شاء الله مستقبلا مكان مخصص للنساء. السلطات السعودية أعلنت في مؤتمر صحفي عن الخدمات التي يقدمها المركز، وهو يعد الأول من نوعه على مستوى السعودية، حيث جاءت قطاعات وزارة الداخلية في مقدمة تلك القطاعات. بالنسبة فيما يخص الجوازات، لدينا 23 خدمة مقدمة. هذه الخدمات تقدم فورا من قبل أفراد مؤهلين لديهم الإمكانات المتوفرة، سواء المادية وكذلك الإمكانات البشرية المتوفرة. إدارة الأحوال المدنية تقدم عدد من الخدمات في للمستفيدين هنا، الخدمات السريعة كتسجيل شهادة الميلاد وطباعتها، طباعة سجل الأسرة بدل فاقد بدل تالف، أيضا تعديل المهن، تعديل المؤهلات الدراسية، جميعها تصدر هنا. الموظفين هنا في المركز لديهم كافة الصلاحيات، لا يحتاج أنه يرجع للإدارة العامة في المنطقة، وإنما ينهي الإجراء من الموظف نفسه، لديه كافة الصلاحيات. على طريق الملك عبد الله بن عبد العزيز في المدينة المنورة يقع مركز الخدمات الشامل، الذي يعزز مبدأ التكامل في تقديم الخدمات بين جميع القطاعات الحكومية، ويحفظ وقت المراجع بإنجاز الخدمة في زمن وجيز. خالد الشماني، العربية.